ثم أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في الهجرة إلى المدينة، وبدأت هذه الهجرة المباركة إلى المدينة. خرج الصحابة أرسالا متسللين، أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشى الإسلام بالمدينة. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من مكة في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وله إذ ذاك 53 سنة صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر الصديق وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي. فدخل غار ثور صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، فأقاما فيه 3 ثم سلكا طريق الساحل. لما انتهى صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة، وذلك في يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما. وأسس صلى الله عليه وسلم مسجد قباء. أسس صلى الله عليه وسلم هذا المسجد المبارك. يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فبركت عند مسجده اليوم، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم بنى صلى الله عليه وسلم موضع المربد مسجده المبارك. بنى هذا المسجد هو وأصحابه، شارك في بنائه صلى الله عليه وسلم، بنوه بالجريد واللبن. ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنب المسجد، وأقربها إلى هذا المسجد المبارك مسكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم تحول صلى الله عليه وسلم بعد 7 أشهر من دار أبي أيوب الأنصاري إلى بيوته، اللهم صل وسلم عليه. بعد أن بنى صلى الله عليه وسلم المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى أن نسخ ذلك بعد ذلك. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورآه اليهود، علموا أنه رسول الله حقا، وأنه الذي كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. ومع ذلك لم يسلم منهم إلا نفر قليل، منهم عالمهم وحبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ووادع النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وبعد فرض الصلاة في المعراج، كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وكان يود أن تحول قبلته إلى الكعبة، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان ذلك في 2 للهجرة، فغير صلى الله عليه وسلم قبلته إلى الكعبة. وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ومنعه الأنصار رضي الله عنهم، نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين، وكان من أوائل غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وبواط والعشيرة وبعض السرايا. وفي رمضان من 2 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا من المؤمنين في طلب عير قريش العائدة من الشام، فانحرف أبو سفيان عن الطريق بالعير، وأغرى الشيطان قريشا فخرجت لقتال المسلمين والمؤمنين، فالتقوا في بدر، وكانت
تلك الغزوة هي غزوة بدر الكبرى التي سميت بيوم الفرقان. ولما التقى الجيشان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتضرع إليه، فأيد الله المؤمنين بالملائكة يقاتلون معهم، ونصرهم الله تعالى على القوم الكافرين وأعلى كلمته، وقتل في بدر من المشركين 70 رجلا، واستشهد من المؤمنين 14 رجلا. وفي السنة 3 من الهجرة نقض بنو قينقاع الصلح، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ثم نزلوا على حكمه فأطلقهم وكانوا 700. وفي شوال كانت غزوة أحد، حيث خرجت قريش لتثأر لقتلى بدر في نحو من 3000 رجل، وأتوا المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من 700 من أصحابه إلى أحد، وانخذل عنه المنافقون. وكانت الكرة أول النهار للمسلمين، ثم امتحن الله المسلمين ورد الكرة للمشركين حتى خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرحوه وكسروا رباعيته، وقاتل معه يومئذ الملائكة، واستشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وحنظلة الغسيل رضي الله عنهم. وأبلى طلحة بن عبيد الله بلاء حسنا يومها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الجبل، وكف الله أيدي المشركين عنهم. وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، امتحن الله فيه المؤمنين وأظهر المنافقين وأكرم من شاء بالشهادة. وبعد الغزوة سمع صلى الله عليه وسلم بخروج قريش مرة أخرى يريدون استئصال المسلمين، فخرج إليهم مع ما بالمؤمنين من قرح وجراح. فلما بلغ المسلمون حمراء الأسد بلغ ذلك قريشا، فانخذلوا ورجعوا إلى مكة. وفي السنة 4 من الهجرة كانت وقعة بئر معونة التي قتل فيها 70 من قراء الصحابة رضي الله عنهم. وكانت غزوة بني النضير الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وفيهم نزلت سورة الحشر. وفي السنة 5 خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلق، ورجع صلى الله عليه وسلم منتصرا. وفي طريقه شرع التيمم، ووقعت حادثة الإفك، حيث اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة الحصان الرزان، اتهموها بالزنا، واشتد ذلك عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله براءتها في سورة النور في آيات تتلى إلى يوم الدين: وجلد القاذفون الحد، ومن قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد تبرئة الله لها فهو كافر بإجماع المسلمين. وفي شوال من السنة 5 كانت غزوة الخندق الأحزاب، حيث تواطأ اليهود مع قريش ومع من حالفهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قتال أصحابه، فاجتمع من قريش وبني سليم وبني أسد وفزار وأشجع وغيرهم 10,000، وأتوا المدينة. وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء خندق يحميهم من الأحزاب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000 وتحصن بجبل سلع وجعل الخندق أمامه، واستأمن حلفاءه بني قريظة، وكان بينه وبينهم عهد، إلا أنهم كما هي عادة اليهود في كل مكان وزمان، إلا أنهم نقضوا العهد ووافقوا الأحزاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود رضي الله عنه إليهم وإلى الأحزاب، فاستعمل معهم الخدعة وأفسد بينهم، ثم أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح تقوض خيامهم وتكفأ قدورهم، فزلزلتهم الريح وألقت في قلوبهم الرعب وخذلتهم، فانصرفوا ولم ينالوا كيدا. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الأحزاب. وفي السنة 6 خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة، خرج في 1400 من أصحابه يريدون العمرة،
فلما بلغ الحديبية منعته قريش من دخول مكة، وصالحهم على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، فكان ذلك فتحا للمؤمنين كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان مما حصل عليه الصلح أن تسمح قريش للمؤمنين بدخول مكة في السنة التالية للعمرة، فكانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة.